الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، فروع للمضاربه، وبينا باصول المضاربه وانها لابد ان تكون هي فرع عن بيع، فلا بد من المعلوميه، ولا بد ايضا من ان تكون نسبه مشاعه، ولا بد ايضا الا يضيق على المضارب، ولا يضيق عليه في مسألة التصرف في مال المضاربة. قال الطبري: فإن دفع العامل المال إلى رب المال، وقال: قرضتك على هذا المال على أن يكون لك نصف الربح الذي شرطته لي لم يصح، وأبطل به عقد القراض. لما؟ كما قلنا المسألة هنا يكتنفها الجهالة، والجهالة يبطل بها العقد. قال: فرع، ولا يجوز لرب المال أن يشتري من المال الذي في يد العامل للقراض. معناها زيد أخذ 1,000,000 درهم ليتاجر في السيارات، جاء زيد أخذ 1,000,000 درهم من عمرو ليتاجر في السيارات من باب المضاربة، فجاء عمرو صاحب المال وأراد أن يشتري سيارة من السيارات التي موجودة في مع المضاربة. لا يجوز أن يشتري منه شيئا، كما أنه لا يجوز أن يشتري من وكيله. لا يجوز أن يشتري منه شيء. لما؟ لأن هنا يشتري من ماله، لأنه لو اشترى من ماله. وفي هذا أيضا فيها أنه سيكون في الأمر المحسوبيات، وطبعا وضع الأمر أن هذا لصاحب المال فلا يكون الربح، فيبخص حق المضارب، لأنه رجل صاحب المال هو الذي أعطاه 1,000,000 درهم أتى بسيارات. فلو اشترى سيارة فإن المضارب مجاملة ماذا سيفعل؟ المضارب مجاملة لابد أن يعطيه السيارة ببخس، وهذا سيضر بالربح، وإن ضر بالربح ضر بالمضارب، إن ضر بالربح ضر بالمضارب. وإن كان لرجل غلامان في القراض مع كل واحد منهما مال منفرد به، عبيد أعطى عميرا مالا يضارب به، وأعطى زيدا مالا يضارب به، فهل لعمير أن يشتري من زيد؟ إيش وجهة المسألة؟ وجهة المسألة أن عمير أتى بسيارات من مال رب المال، وعبيد اشترى أثوبة لرب المال، فهل يجوز لعمير أن يشتري من زيد؟ لأن المالين إيش؟ خرجتا من مشكاة واحدة، المالين للرجل. فلو اشترى العامل الأول من العامل الثاني فكأنما اشترى رب المال من ماله، كما المسألة الأولى. لكن لما اختلفت الأيدي هنا بالعاملين، قال العلماء هنا في المذهب فيها وجهان، والصحيح أنه لا يجوز أن يشتري، لأنه كشراء رب المال من المال من ماله. فإن لم يكن على المأذون، قال: ويجوز للسيد أن يشتري من مكاتبه، طبعا لأنه معه كالأجنبي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب رق لما بقي عليه الدرهم، لكن عند المعاملة يعمله معاملة الأجنبي، ولذلك هو ليس محجورا عليه إلا في مال السيد، النجوم المنجمة التي سيدفعها. للسيد أن يشتري من عبده المأذون له، يعني هذا عبد ليس مكاتب، هل يشتري من العبد المأذون له؟ ينظر في ذلك، فإن لم يكن على المأذون له دين لم يجوز للسيد أن يشتري منه، لأن ما في يده ملكه. وإن كان عليه دين أو دين معاملة ففيه وجهان حكاهما شيخ أبو حامد. أحدهما يصح، لأن حقوق الغرماء قد تعلقت بما في يد العبد، فصار كالمستحق لهم، فصار كما لو اشترى منهم. والثاني لا يصح، لأن تعلق حق الغرماء به لا يخرجه عن ملكه. فهل يشتري منه أم لا؟ المسألة على الوجهين، والمسألة أيضا على تمام الملك، المسألة دائرة على تمام الملك. فرع على ذلك: وإذا دفع إليه 1,000 درهم قراضا مضاربة، فاشترى العامل عبدا ب1,000 درهم للقراض صح، فإن اشترى عبدا آخر ب1,000 للقراض لم يصح للقراض، لأن رأس المال 1,000، يعني هو الآن أعطاه 1,000 للقراض، 1,000 درهم يضارب بها، فاشترى العامل عبدا ب1,000 صح ذلك، لأنه تجارة، قد يبيعه ب2,000 ب3، المهم أنه أخذ المال ووضعه في التجارة في هذا الباب. فإن اشترى عبدا آخر، يعني بعدما اشترى بال1,000 اشترى عبدا آخر ب1,000 للقراض لم يصح للقراض، ولأن رأس المال 1,000، ف
فلا يصح له أن يشتري بزيادة على ذلك، لأن رأس المال ألف وقد استحق تسليمه للأول، وإن اشترى الثاني بعين الألف لم يصح قولا واحدا، لأن عين الألف في الأول، لأنه اشترى بمال غيره ما لم يؤذن له فيه، وإن اشترى الثاني بألف في الذمة لازم الشراء للعامل، ما دام قد اشترى في الذمة يضمنه، يضمنه لأنه ما أعطى إلا ألف يشتري بها وقد اشترى بها عبدا، فإن تعدى على الآخر فإن كان الشراء سلما يعني في الذمة هو يضمنه، فالشراء من العامل، لا يتحمل رب المال ذلك، وإن كان بالعين لم يصح الشراء ولا البيع. والثمن عليه لأنه اشترى لغيره ما لم يأذن فيه فلزمه هو، يعني وقع في ضمانه لا سيما إن كان في الذمة. قال المسعودي فإن أقبض الألف البيع الثاني انفسخ البيع الأول إذا وقع الشراء الأول بعينها، ويحتمل أنه أراد إذا تلفت قبل أن يقبض البيع الأول حتى تكون قد انفسخت في الأول فله أن يشتري في الثاني، لأنه مأمور الآن أن يشتري الأول ولا يملك ليشتري في الثاني، لكن إذا انفسخ الأول صح أن يشتري في الثاني. مسألة: وإن دفع إلى رجل مالا قراضا مضاربة فلا يخلو إما أن يطلق رب المال الإذن، يقول له اتجر في هذا المليون، اتجر في هذا المليون، أو يقيده يقول اتجر بهذا المليون في الأراضي أو في العقارات أو في الأثواب أو في المحاصيل. نعم. فإن أطلق فهناك ضوابط للمضارب عند التعامل مع المال، يعني إن أعطاه زيد أعطاه 100 مليون وقال اتجر في هذه الأموال وأطلق، لم يجد للعامل المضارب أن يبيع إلا بنقد البلد. هنا الآن كل ما سيأتي من كلام ضوابط العلماء فيها النظر إلى الحظ للربح، لا سيما وأنه عليه أمران: الأمر الأول أنه لابد لو ناس نسيان له أن يصوم يكمل الصيام طالما لم يأكل ولم يشرب. المهم الغرض المقصود بأنه يضع له بعض الضوابط من أجل أنه يبحث عن الأحظ وعن الربح، لأن الربح أصل ما فيه وقاية رأس المال، ثم الربح أيضا حتى لا يهدر مجهود المضارب. نعم. فلا يجوز للعامل أن يبيع إلا بنقد البلد، ولا يبتاع إلا بنقد البلد لأنه ينظر للأحظ، ولأن فيها مخاطرة، مخالفة نقد البلد فيها مخاطرة، ولا يبيع إلى أجل، لأن البيع بالتقسيط والبيع المنجم يعرض المال للتلف، لأنه ممكن الرجل يعني، وهذا الذي يحدث الآن في زماننا، بأن الناس يشترون بالتقسيط يدفعون حفظكم ربي وتم عليكم النعمة والخير يا تاجر وقار، من يومين أنت غائب لما غبت، يدفع القسط الأول والقسط الثاني وبعد ذلك يختفي، فيكون قد عرض المال إلى التلف. لذلك هو ممنوع من أن يبيع، هو ممنوع من أن يبيع إلى أجل، بل ولا يبتاع إلى أجل، ولأنه أيضا إذا اشترى إلى أجل قد يكون المال مضاعفا. شفاكم الله وعافاكم، أتم الله عليكم الشفاء، ونسأل الله أن يقويكم ويقوي سمعكم وبصركم، ونسأل الله الذي فعلها أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. اللهم أمين يا رب العالمين، عجل الله لكم بالشفاء. إذا لا يبيع إلى أجل، لا يبيع إلى أجل، ولا يبتاع إلى أجل، لأنه تصرف في مال غيره بإذنه، فاقتضى الإطلاق، وذلك كالوكيل، ولأن المقصود بالقراض طلب الربح، فإذا باع أو ابتاع إلى أجل كان منافيا للمقصود، وهذا الذي بيناه، ينزل منزلة الوكيل في البحث عن الأحظ لرب المال، وأيضا أن الربح وقاية لرأس المال أولا ثم لعدم إهدار يعني عمل المضارب. قال الشيخ أبو حامد: فإن قال له بع نقدا أو نسيئة واشتري نقدا أو نسيئة جاز له أن يفعل ما شاء من ذلك، لا سيما أن الإذن وجد، رب المال هو الذي قال بذلك. قال في الأم: فإن قال له تصرف كيف شئت وافعل ما ترى
كان كأنه أعطاه المال وأطلق وقال اتجر بهذا المال. قال الطبري: وإن قال قارضتك على ألا تبيع إلا بالنسيئة فليبطل. في وجهان، الوجه الأول يصح وهو قول أبي حنيفة أنه مأذون له فيه، الثاني لا يصح أنه مقارضة على خلاف عهدها فيها خطر على المال، فيقولنا يصح فليصح بيع بالنقد. في وجهان، الصحيح الراجح هنا في هذا الباب أنه لو أذن له أن يبيع بالتقسيط صح ذلك، لأنه لأن رب المال قد أذن له في البيع، والأمر أيضا بمسألة التقسيط. لكن لابد أن نقول بأنه وإن باع لا يبيع بالتقسيط إلا لثقة، ولا يبيع إلا 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 لمن إلا لمن يعلم أنه يسد المال وأنه ليس متلاعبا، انتشر بين الناس أنه ثقة أمين فيبيع له بذلك فيصح هذا البيع، يصح بذلك البيع. هذا بالنسبة للكلام على مسائل المضاربة وفروع عليها. طيب، متى يستحق العامل المال ومتى تكون القسمة؟ هذا إن شاء الله سيكون في الدرس القادم. والآن المغرب، بعد المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة إن شاء الله نكمل السنن بإذن الله تعالى. الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. لو في أي سؤال سريعا نكون تحت الأمر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.